نتيجة مذهلة في واحد الوقيته اللي قصيره اللي هي اسبوع. عطينا وصفه والسوالف واللي وعدنا تبارك الله مسبسبين. السلام عليكم العائله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. قبل ما نبدا الفيديو ديالنا كنتمنى منكم انكم ما تبخلوش عليا بلايك، تفرجوا وتستافدوا، ولكن ما تنساوش اللايك 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 لاختكم سناء. راني عارفكم نتوما تبارك الله الضال الكبيره وما كتبخلوش علينا باللايك، غير اللي كينساها ها حنا كنفكره. وكذلك مرحبا بالناس اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي، يفعل الجرس، يضغط بعدا على الزر الاحمر اللي كاين لتحت ويفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. اليوم احبابي العزاز جبت لكم واحد الوصفه، واحد الوصفه غزال 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 غزال، وانا براسي غادي نجربها هاد الشهر كامل لانه جربوها الناس قبل مني وعطاتهم نتيجه مذهله في واحد الوقيته اللي قصيره اللي هي اسبوع. اما انا غادي نجربها هاد المده كامله، يعني من اليوم حتى الاخر ديال الشهر باذن الله. الوصفه ديالنا البنات كدار ثلاثه المرات في الاسبوع، ضروري ديروها ثلاثه المرات في الاسبوع. حيدوا العجز، حيدوا الكسل، وتواكدوا ليا الا بغيتوا شعركم تبارك الله يولي ديالها كتبان في الاسبوع الاول، النتيجه كتبان في الاسبوع الاول اللي قالوا لي الناس اللي جربوها. كيف ما قلت لكم، اول حاجه البنات يكون الشعر ديالكم نقي، طبقوها على الشعر نقي وثلاثه المرات في الاسبوع، وغادي تجلسوا بها يعني سبعه ديال السوايع، يعني ما تفوتوش سبعه ديال السوايع. يلا نبداو حبابي الوصفه ديالنا اللي هي سهله والمكونات ديالها سهلين سهلين سهلين. غير تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا المراحل ديالها بالتدقيق باش ما تفوتكم حتى شي مرحله. الوصفه ديالنا البنات كالتالي، اول حاجه اللي غادي نحتاجو هي زيت الزيتون، واحد الخمس ديال خمسه ديال المعالق، ضروري البنات خمسه ديال المعالق. وكذلك هنايا البنات ورق السدر اللي هو بزاف الناس ما يعرفوش، اللي هو الورق ديال النبق. غتمشيو عند العطار البنات، انا راه مشيت عند العطار غير قلت له ورق السدر وعطاه ليا، يعني معروف عطاه ليا. ها هو يا باقي طري كيف ما كتشوفوا غزال البنات، هذا قالك للشعر. ها هو يا. وكذلك البنات غادي نحتاجو زيت الخروع، انا عندي هاد زيت الخروع راني كنستعملها للشعر ديالي وعطاتني نتيجه غزاله، وحتى هي كاينه في هاد الوصفه. صافي غادي نجيبوا البنات كسرونه اللي كتستعملوها نتوما للشعر، انا بحال هاد الكسرونه هذه نخليها غير هاد الوصفات ديال الشعر. غادي نجيبوا هاد الورق السدر، يا اما البنات ديروه هكا يا اما طحنوه، هو من الافضل يكون هكا لانه هادشي كامل في الاخير غادي يتصفى. وراه مازال غنزيدوا واحد المكون اخر اللي هو اساسي في هاد الوصفه هذه. هاي البنات بالنسبه للبنات زيت الزيتون هي في الاخير لانه ما كطيبش، لانه هي الا طابت كتحرق، ولا تحرقات كتولي ماده مسرطنه. غادي نزيدوها في الاخير، غتبقاو معايا في الاضافه الاخير كيفاش غادي نديروا ليها. وهنا البنات غادي نزيدوا تقريبا واحد المعلقه كبيره هنايا، ها نتوما البنات كيف ما شفتوا هي معلقه كامله. ها هو الغرف الاول والغرف الثاني. في هذه الاثناء البنات غادي نجيبوا بصله، من الافضل البنات تكون حمراء، ودابا الحمراء راها موجوده. بالنسبه للبنات اللي غايقولوا لي البصله غادي دير لنا الريحه، لا البنات ما كديرش الريحه. الناس اللي جربوها وقالوا بانه هذه الوصفه هذه ما كديرش الريحه، لانه كلشي كيتطبخ وفي الاخير كلشي كيتصفى. ها نتوما البنات صافي غادي نحطوا هذا الشيء فوق النار حتى يتطبخ مزيان، وهنا معكم. ها هي البنات الوصفه ديالنا، انا حطيتها فوق النار غادي تغلى مزيان حتى يولي اللون ديال الماء يولي بحال الا يعني اصفر اصفر داكن بحال اورانج بحال برتقالي. وغادي نرجع معكم. ها نتوما البنات كيف ما شفتوا ها هو اللون ديالو، كيف ما قلت لكم بدا كيولي
داك الاورانج يعني ماشي صفر، ماشي داك الاورانج الداكن، فهمتوا؟ نخليه يزيد شويه صافي، وغادي نطفو عليه ونرجع معكم. صافي البنات كيف ما شفتوا، ها هو راه طبخ فهاد اللحظه هادي، ها نتوما ها الماء. ما نقولش لكم البنات على رويحه طالق هذاك ورق الصدر، ما كايناش نهائيا ريحه البصله نهائيا. فهاد اللحظه البنات ما غاديش نزيدوا زيت الزيتون، فهاد اللحظه غادي نخليوها حتى يبرد. انا غنخويه في هاد البول هذا حتى يبرد ليا، وغنرجع معكم باش نوريكم الطريقه اللي غادي تشققوا بها شعركم من القدام ومن الجناب باش تمشي الطريقه هي هذيك مضبوطه. هانتوما البنات صافي، من بعد ما برد لينا بردت لينا الوصفه ديالنا، هنايا في هاد اللحظه هذه غادي نزيد زيت الزيتون وغادي نحركها مزيان. هانتومايا نحركها مزيان وغادي نصفيها في واحد القريعه ديال البخاخ ونرجع معاكم. صافي هنا البنات كيف ما شفتوا، من بعد ما صفيتو ها هو يا البنات. دابا الطريقه انا ميمكنليش نديرو قدامكم، ولكن غادي نمشي نديرو في الدوش. صافي كتجيبو يعني على الفروه ديال الراس ديالكم، كتفرقوها بحال مثلا كتقسمو على جوج وتعاود تقسمو على اربعه، وهذوك اربعه تعاود تقسمو على سته، وتبقاو تشققوا البلايص اللي عندكم فيها الفراغات وتمشيو بهكايا هكا. تبقاو ديروا هذا المساج هكا 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 باش تخدم الدوره الدمويه ديالكم، وباش هذه الوصفه هذه تغلغل لكم لداخل وتكون الدوره الدمويه ديال الشعر نشيطه يعني تحرك. هذه هي الطريقه البنات، انا غادي نسالي معكم الفيديو وغادي نمشي نطبقها على شهرين ان شاء الله من اليوم. غادي نولي نديرها ثلاثه المرات في الاسبوع لمده هذا الشهر كامل باذن الله، ونشوفوا ان شاء الله في الاخير ديال الاسبوع شنو غادي تعطينا والنتيجه اللي ان شاء الله غادي تعطينا. ديالها غزاله غزاله غزاله، وغادي نمشي نستعملها ونرجع معكم ونوريكم. ها نتوما البنات في هاد اللحظه هادي ما يمكن ليش نطلع الكاميرا الفوق، انا راني قسمت شعري وغادي بهذه الطريقه على الفروه ديال الراس ديالنا كامله كيف ما قلت لكم، غتقسموها وحتى الجذور القداميين خدموها مزيان. انا غنسالي البنات وغادي نرجع معكم. هنا البنات كيف ما شفتوا صافي، مشيت للمرايه في الحمام وكملته، ولكن حاليا راه درته كامل يعني عمرت هذه كامله ودرتها كامله، وما نقولش لكم راه هبط ليا مع الجناب. ولكن في الاخير البنات فاش تسالي وديروا ديك الحركات اللي قلت لكم شعركم كتحسوا بالشعر ديالكم سخن مزيان ما بقاش بارد. صافي كتجيبوا ورق الالومنيوم، هذا الورق الالومنيوم البنات غتخليوه تقريبا ما بين ربع ساعه حتى نص ساعه، ما تخليوهش 7 السوايع، لانه هذه الوصفه هذه خاصها تبقى في الشعر ديالكم 7 ديال السوايع. صافي من بعد ربع ساعه حتى نص ساعه حيدوا الالومنيوم وديروا الزيف اللي مولفين نتوما كديروا، وخليوه ان شاء الله حتى تكمل 7 السوايع، وغسلوا بالشامبوان اللي كتستعملوا. صافي وفي الاخير دهنوه عادي وطبقوه 3 ديال المرات في الاسبوع، ما ديروش نهار على نهار، ديروا نهار بعد نهار. بحال مثلا اليوم الاثنين او اليوم الحد، اليوم الحد ما ديروا درتو الحد ما ديروا حتى الثلاث، عاوتاني من الثلاث ما ديروا حتى الخميس بحال هكايا. دابا فهمنا، عرفتي كنحس براسي سخون سخن ليا راسي. ايوا نتمنى ان شاء الله تعطينا وصفه والسوالف واللي وعدنا تبارك الله مسبسبين. نتمنى الخير عند الله. يلا حبيبي العزاز نتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وكيف ما ديما راه ما كنجيب لكمش الحاجه اللي ماشي مجربه، انتم كشفتوا بعينيكم انا حطيتها على شعري، ومازال ان شاء الله غادي نزيد 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 نستعملها، لانه هاد الوصفه هادي شكروها لي بزاف 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 ديال الناس. يلا حبيبي العزاز، السلام عليكم وتهلاو لي فراسكم، الى فيديو قادم باذن الله.